طبعا المجتمع يواجه المجتمع. الوظيفة مثلا خلينا نقول الوظيفة صح كانت صعبة عليه، يعني صعب نحصل وظيفة. الفن من ناحية الاحترام عندهم، يعني حسب الشخص اللي عندهم الحالات يحترمون الشخص بأي حالة إمكانية، لو كان الشخص بطيء تألم والمعاق عندهم احترام حق هالشيء. إنه يكون في دعم بهالمجال هذا. نتعرف اليوم على كود نجاح محمد الغناعي. محمد بطل من طراز رفيع، على الرغم من أن التصنيف التعليمي له أثناء الدراسة هو طالب يعاني من اضطرابات التعلم أو بطء التعلم، واللي يعاني منها تقريباً 6% من الطلبة في الكويت. بطء التعلم ما يصنف بمرض، لكن يمكن يكون له تبعات مثل عدم التركيز، وبالتالي تراجع المستوى الدراسي أثر على النطق أحياناً، لكن أبداً ما يعتبر عائق للنجاح. محمد اضطر إنه ما يكمل دراسته الجامعية بسبب إنه في مفهوم خاطئ يصنفه إنسان بقدرات عقلية أقل، وهو أمر مرفوض وغير صحيح بالنسبة له. هالشيء خلى فرصته بالعمل أقل، فبالتالي اشتغل من عمر 17 سنة في وظيفة براتب ضعيف جداً لست سنوات. والسبب ما كان الحاجة المادية للوظيفة كثر قناعته أن إنسان يملك القوة والقدرة على أنه يعتمد على نفسه. أول ما تواصلت مع محمد قال لي شوفي ترى أنا عربيتي ضعيفة وتأتأ، فما راح أنفع أطلع بلقاء. وهو يضحك قال لي راح يعلقون هذا مال وين. طبعا عربيتي يعني شوية ضعيفة، لأني يعني أنا عاني حال اسمه بطيء تعلم، بس هني طبعا يعني ماكو مدارس حق بطيء تعلم، مدارس خاصة اللي ينجحون فيها يروحون ممكن يروحون يكملون الجامعة. بالكويت ما عندنا هالمدارس حق بطيء تعلم. طبعا أنا مريت في ظروف صعبة شوية بحياتي اللي خلاني شوي مو مركز على دراستي، وطبعا يعني رحت سويت هذا اللي يسمونه الاي كيو تيست، اختبار مات الاي كيو، وقالوا لي انه قالوا حق اهلي انه ولدك يعني وايد بطيء بالدراسه. هذا بطفولتي، عمري كان تقريبا 12 سنه. الوالد كان مو مصدق هالشيء، وداني مدرسه، وطبعا هناك مو قال اتابع مع زملائي بالصف. زين طبعا خلصت اجازه الصيف، طبعا لازم ارد المدرسه عشان اكمل. يعني طبعا قالوا حق ابوي ان ولدك ما يقدر يعني يكمل لانه قاعد ياخذ وقته بالدراسه. فابوي مضطر يوديني مدرسه يعني مثل ما تقول احتياجات خاصه، بس ان هذا مو مكاني يعني. يعني خلينا نقول الصف يعني مثل ما تقول يعني يحسبونك انك كنت ياهل، هي بس يبي لي وقت حق التعليم. طبعا في بر الكويت في مدارس خاص حق البطيء تعلم، في مدارس خاص حقنا يعني، وهذا يعني نتخرج فيها ندش بالجامعه ممكن ندور في وظيفه. بس انه بالكويت حاطين كله كاتيجوري واحد، انه كلنا هانديكاب، كلنا سبيشال نيدز. لا هي مو كذي. هذا كانت اصعب مرحله بحياتي عشان الاقي لنا وظيفه. طبعا انا رحت حاولت اروح يعني جربت بطل خاص ورفضوني لأني شنو شهادتي. طبعا أنا اشتغلت بقطع الخاص، اشتغلت 6 سنين في شركة مواد تغليف، وبعدين بعدها حاولت أن أقدم بالحكومة أروح الديوان، و4 سنين أراجعهم رافضيني لأنه مو عارفين وين مكاني. وطبعا لقيتني وظيفة يعني بالهيئة، طلبوني تعال اشتغل عندنا. يعني أنا أفتخر لو إنسان مولود بالحالة، لو إن شاء الله معاك الواحد لازم يفتخر ان هذا شيء يعني جزء بحياتي، خلاص لازم اتقبل بهالشيء. انا يعني خلاص ما يهمني الناس تفكر هذا شنو ليش تكلم كذي، هذا خلاص انا متقبل، انا احب نفسي ومتقبل حالتي الوضع فيه الحمد لله. بس انا اتمنى يكون الامور يكون يسهلون علي الامور نفس حالتنا، واتمنى لنفس حالتي انه ما يخشون هالشيء، يعني يخلي يكون انسان يعني يخلي يكون على طبيعته مثل ما هو. إذا المجتمع ما تقبل فيه خلاص مو مهم، أهم شيء هو يتقبل بنفسه. قبل هالشيء ما كنت أدري إن الفن راح يوديني مرحلة ثانية. أنا أقول الحمد لله الفن نجحني وايد، يعني هالفن نجحني كسمعة نحات كركتير،
اللي أعطاني شخصية قوية بهالمجال. فأنا سعيد جدا إني يعني إن لقيت هذا الموهبة أنا داش فيها نحت كركتير. أحب أقرأ كتب يعني كتب تاريخية، يعني هذا شيء أنا أحبه، أحب شيء عن التاريخ. وطبعا الرياضة، الركض، أحب أركض. حق المرسم ممكن أقعد 3 ساعات، ساعتين بالنص يعني على الأقل يعني، وأخذني بريك ارتاح. بعدين ممكن يعني أروح أركض غير جو يعني. داير يا ربع؟ صار خربت عليكم التصوير. محمد قرر أنه ما يلتفت لنظرة المجتمع الخاطئة ويتعرف على نفسه وقدراته أكثر، وهذا اللي صار. محمد اليوم يقدم منحوتات كاريكاتيرية تفوق الوصف بجمالها ودقة تنفيذها، وما سبق أحد في هذا الفن على مستوى الكويت وحتى الخليج. طور موهبته في الرسم والنحت وتعلم بشكل ذاتي هذا الفن من خلال قراءة الكتب والدورات، واليوم هو يقدم دورات في الكويت والخليج في فن النحت الكاريكاتيري. طموحه أن يدرس المجال في إيطاليا. محمد، عادة شو الأدوات اللي تستخدمها في النحت؟ طبعا عندي الدايل، سكابتينج دايل استخدمها، هذا حق الأساس حق النحت نسميها. وعندي هم يعني مثل فرشة حق التنعيم، وعندي هم استخدم يعني في أدوات يكون غير متوفر بالسوق. يعني أنا في أدوات أنا أسوي نفسي، يعني في أدوات مثلا يعني خلينا نقول يعني في أدوات أخذها الشوبستيكس، العصاية هذا اللي يأكلونه مع الصينيين. إيه، فأنت تستخدمها في النحت. نعم، يعني يساعدني مرات يعني، وممكن أقدر أستخدم هم شوكة. يعني في النحت أنت مو بالضرورة يكون في أداة معينة، لا، يعني مهارة الشخص هي اللي تتحكم. أي شيء تحسين إنه ينفعش حق النحت، أي أدوات أنت تلاقينه مثلاً خلينا نقول مكان سكراب وين يبيعون سيارات ولا شيء، أي مكان أماكن كذي فيها حدايد ما حدايد. ممكن تلاقين شيء تحتاجينه حق النحت تاخذينه، يعني هذا شيء يساعدك يعني. الحين هذه المنحوته اللي قاعد تشتغل عليها تعتبر في المرحله النهائيه. الحين هذا تقريبا يعني. تقريبا. يعني الحين بس انه باقي انه لازم ينشف يعني بالهواء طبعا. وادخلها بالفرن الخزف. احنا طبعا نسميه الفرن الخزف، يعني مو فرن مال منزل، يعني يكون مختص. نعم، فرن حق الخزف هذا يكون. مش كثر يتم داخله؟ يومين يكون. يومين يتم بالفن. نعم، يكون يومين ويعطيك لمسة مثل الحجر يعني. بعدها تبدأ مرحلة التلوين. السنفرة، وبعدين آخر مرحلة تكون التلوين. تلوين إيش كثر يأخذ منك وقت تقريبا؟ طبعا التلوين يأخذ معي 2 أسبوع بالكثير. يعني خلينا نقول إذا المنحوتة تأخذ شهر، 2 أسبوع منها تلوين. نعم. جزء مهم هم بعد. لا يعني هي مع التلوين كله يصير شهر يعني. إيه. يعني المنحوتة يمكن يأخذ معي تقريبا يعني 3 أسابيع. خلينا نقول بالكثير يعني 3 أسابيع. نضيف مع التلوين سنفرة وتلوين يصير تقريبا يعني أقل من شهر يعني. We'll be right back.
كلمنا عن قصة المنحوتات. طبعا هذا شايب. اي. ما تقول الشايب العصبي. حلو. بس ما في شايب يعني لابس مات الملاكم هذا، بس انا يعني من خيالي مسوي هالشيء لانه تعبيرا عن العصبيه، اللي هم الشياب تلاقيهم اغلبيتهم عصبيين يعني. اي اي. فانا طلع شخصيته كان لابس ملاكم ولبس هذا بزار وغتره. حلو. اجمالا كل منحوته ايش كثر تاخذ منك مجهود ووقت؟ طبعا هذا اخذها معي اقل من شهر حسب المنحوتات، في بعضهم ياخذون معي شهرين حسب التفاصيل فيها، اذا فيها زياده تفاصيل ياخذ معي وقت وايد. اذا الباك جراوند مثل خلينا نقول الباك جراوند هذا خذ معي تقريبا يعني شهر. اوكي. زين، بصفه عامه لما تيجي تبلش انك تبدا في منحوته معينه، يكون عندك مثلا راسمها او حاط لها تصور قبل لا تبدا فيها، ولا شلون بدايتك مع كل منحوته؟ طبعا يكون راسمها بعقلي. يمكن اسبوع خلينا نقول قاعد افكر فيها يعني اصمم مخي شلون تكون تمثال. طبعا احتاج الريفرنس البوز، مثلا الحين حق الشخص هذا مثلا الدشداشه، يمكن يعني اسال احد من ربعي انه بس يلبس دشداشه يعني يسوي له وقفه هذا، وانا اخذ الصوره اصوره بس اخذ تفاصيل الدشداشه وابلش بالمنحوته هذا. في تفاصيل الجسد اللي حق كل منحوته، قلت لي انك تكون يعني مطلع اكثر على علم الجسد، كلمنا عنها التفصيله، اي بمعنى جسم الانسان. طبعا هي عشان تسوي المنحوتات لازم يكون عندك الهيكل العظمي، الكتب. حلو. يعني انا عشان افهم كل هالتفاصيل لازم ادرس الهيكل العظمي، طبعا انا شاري كتب عن الهيكل العظمي. انت علمت النحت بشكل ذاتي، كلمنا عن هالموضوع، شلون طلعت عليه، شلون شنو الكتب اللي قريتها، شنو الدورات اللي التحقت فيها. طبعا هذا انا شيء حبيت المجال هذا كبدايتي، حبيت النحت وتعلمت يمكن يعني فتره طويله يعني، بس انا اضطريت اني اشتري كتب عشان اخذ الفكره عدل بالهيكل العظمي، عشان اقدر انحت خلينا نقول يعني جسم كاريكاتير، تفاصيل الايد وهذا والحجم ما القلب ماله يكون يعني نفس المقاس يعني قياس يعني مات ايده. فهذا لازم يكون عندك كتب يعني عشان ادرس هالشيء يعني. زين، عاده اذا في اشخاص عندهم هوايه معينه نلاقي انها موجوده في الاسره، فالاسره عندهم هالاهتمام؟ طبعا ايه، عندي اختي ما شاء الله فنانه، اخواني هم اخواني رسامين، بس هذا من زمان يعني. يعني عائله فنيه. نعم. فانت بجزئيه النحت تعلمتها من احد من اسرتك ولا طورت نفسك فيها؟ من نفسي. حلو. من نفسي، ولا مدرسه ولا شيء يعني. طبعا اكيد نشوف بالتلفزيون نحت وهذا التمثال، فالانسان لما يشوف شيء يحب هالشيء ودي يتعلم هالشيء يعني، لانه عنده حب حق هالشيء هذا. حلو. واكيد اي شخص عنده حب حق هالشيء يتعلمه بسهوله. حلو. عاده شنو المواد اللي تستخدمها في النحت؟ في مواد معينه تستخدم في النحت، في تفاصيل معينة؟ طبعا حق هذا نقول طين الخزف او طين الفخار نسميه، او طين مائي. هذا كله يعني انا مسوي من طين المائي، طين الفخار. وطبعا لازم ينحط فرن خاص، احنا نسميه بالانجليزي كلن، الفرن مات الخزف. حل. يكون حرارته توصل تقريبا يعني 900 سلسيوس، عشان يعطيك يعني مثل لمسة حجري يعني. وبعدين بلش بالصنفرة واستخدم الألوان الكليرك يعني عشان أعطيه التاتش يعني في ألوان معينة. الكليرك نعم. الحين قاعد ألاحظ عندك بالاستديو في أجزاء من الإيد، الرأس أو أجزاء من الجسم، هذيل منحوتات نص الطريق غيرت رأيك ما تبي تكمل فيهم، ولا تبدأ أنت تأخذ جزء من المنحوته اللي بتسويها وبعدين تركبهم على بعض؟ لا طبعا اللي شفتيهم هذيلا هذيلا يعني ريجكتد يعني، بس انا مسويهم وفي اخطاء وما اقدر اكملهم قطيتهم. اي فعادي تمشي تسوي مثلا منحوته معينه نص الطريق ما تعجبك؟ ما اقطعها، ابلش بحث من جديد. اي من البدايه يعني، ما اكون يعني ما اربط نفسي بهالغلطه هذه، اخليها لاني انا حتعلم فيها. الغلطه اللي سويتها مثلا خلينا نقول سويت ايد غلط وقطيتها، ما كسرها لا واصلح لا، اعيد من جديد. زين محمد، كفن النحت الكاريكاتيري تقريبا نادرين الاشخاص اللي
ممتهنين فيه على مستوى الكويت، أنت الوحيد على مستوى الخليج أيضا. كلمنا عن ليش اخترت هالفن بالذات؟ لأنه شيء حلو، شيء جديد. إحنا شفنا كاركاتير بالمجلات، شفنا كاركاتير بالجرائد، بس ما نشوف كاركاتير برا الصورة. أي. يعني مثل ما تقولين يجيب يعني مثل يعني تجيب تعابير الشخصية لما تشوفن قدامك كذي، يعني تعبر يعني كضحك يعني. حلو. فأنا اضطريت أبي أجرب هذا المجال، أنا أطلعها برا الصورة يعني. وش كثر خذ منك التعلم يعني اول منحوته متى كانت اللي كاريكاتيريا نتكلم؟ انا طبعا طفولتي انا بالمجال الطين طفولتي، بس بالنحت تقريبا عمري كان 22 احنا انا 38. العمر كله يا رب، العمر كله. زين، اليوم انت قاعد تقدم دورات في مجال النحت الكاريكاتيري. نعم. كلمنا عن هالشيء. طبعا في دورات، اعطيت دورات في قطر، أعطيت دورات في السعودية جدة، وإن شاء الله يعني أهم قاعد أعطي دورات هم بالكويت، بس مع وضع الكورونا شوية وقفنا كل شيء يعني. شلون شايف خلينا نقول إقبال على هالنوع من الفنون يعني؟ الكركتير. الناس هل مهتمين إنه يتعلمون هالنوع من الفنون؟ والله في ناس يعني في ناس ودهم يتعلمون على نحت الكركتير. يعني إحنا شايفين وايد نحت بورتريت. بس علشان البورتريت خلينا نقول نحت البورتريت الأساسية. يعني احنا كله عشان احنا ندش بهالمجال لازم نتعلم البورتريت. يعني خلينا نقول الرسام عشان الكاركتير عشان يتعلم يرسم لازم يرسم البيسك البورتريت. تمام. عشان يدش بالكاركتير عشان يسوي يلعب بالوي، يعني يعبر بالوي. نبي نتعرف على شخصيات منحوتاتك، شنو قصته؟ طبعا هذا قصته يعني شايب عصبي. بس انا يعني طبعا ماكو شايب يلبس هذا الماتم، ولكن بس انا بعبر نفسي. اي طبعا، لان فن كاريكاتيري. هي فن كاريكاتيري بس متعبرينه يعني. انا مسوي شايب انه هو معروف الشياب كلهم عصبيين، يعني اغلبيتهم كلهم عصبيين. صح. فانا مسوي كضحك يعني، مسوي مثل يعني لابس يعني ملاكم وزار. حلو. يعني قطره حاطه فوق راسه. بصفه عامه اللي منحوته لي نفس هذه، ايش كثر ممكن تاخذ منك وقت في التنفيذ؟ طبعا هذا خذ معي تقريبا يعني اقل من شهر، بس حسب التفاصيل، اذا زدت فيها تفاصيل تاخذ معي وقت اكثر يعني. يعني مرات ممكن توصل تقريبا شهرين حسب يعني. وكل واحد فيهم له شخصيته يعني. نعم، كلهم شخصيته. هني شنو شخصيته؟ هذا شخصيته طبعا يعني عايش جوه يعني. حلو. يعني قاعد برا جو كذي يعني مثل ما تقول يعني. وهذا خلينا نقول قاعد يسوي سيلفي طالب النادي، يعني انه بيصور نفسه كذي انه مثل ما تقول انه يعني هذا نايم طبعا. هذا عنده نقص حنان. عنده نقص حنان، فنام المخده كذي يعني. احنا كله كذي بالكويت اغلبيته كذي، عنده نقص حنان فكذي لام المخده يعني. اوكي. وشنو قصته؟ هذا طبعا هندي. زين، يعني خلينا نقول جاي من الهند وصار كم سنه بالكويت. طبعا بالهند قالوا راح تصير مدرس مثل الكويت، وطبعا لما جاء الكويت يشتغل شنو ينظف السيارة. فأنت كل منحوتة بتسويها أنت خالق في راسك شخصية لها، قصة لها قبل لا تبدأ فيها. شخصية كركتير. نعم. إيه. تبدأ برسم الشخصيات قبل لا تنفذها ولا تبدأ فيها على طول؟ رسم بعقبي. إيه. وبلشها بالطين. حلو، ممتاز. جزئية النحت تعلمها صعب ولا؟ هي مو إنه صعب ولا إنه سهل. إيه. بس إذا الشخص عنده حب حق المجال هذا يتعلمه بسهولة. أنا كان صراحة عندي حب حق المجال. تتعلمته بشكل ذاتي. تعلمته يعني بالنسبة لي تعلمته بسهولة لأن حبيت هالشيء. بس طبعاً أكيد يعني شاري كتب من برا يعني عشان أخذ الدراسة مات النحت، الكتب حق الجسم الإنسان هيك العظمي الأناتومي. حلو حلو. عشان أخذ التفاصيل جسم الإنسان مثل شوف العظام ماله شلون صاير يعني هذا وايد. هذول كلهم تكون أنت عندك خلينا نقول قاري فيهم قبل لا تبدأ بتنفيذها يعني. لازم يعني أنت يعني لازم أنت تدرسين هالشيء. مثل ما خلنا نقول مثلاً العين يكون بصل الرأس. أوكي. يعني أنا من قبل لما كنت أنحت كنت أسوي العين فوق الرأس، كان في أخطاء يعني. وأريد يعني أعيد مرة ثانية. حلو. الحين بنتكلم عن طموحك، شنك بتروح إيطاليا أو ودك تدرس بإيطاليا، كلمنا عن طموحك وبعد 10 سنين وين بنشوف محمد؟ والله إن شاء الله يعني إن شاء الله. أنا طموحاتي ودي أن أسافر إيطاليا يعني. قعدت هناك 3 سنين أدرس هالمجال يعني
وهم رسم يعني سكتشنج يعني عشان اقوي مستواي يعني اخلي مستواي شوي اقوى بعد يعني ان شاء الله. كود نجاح محمد الإقناعي إنه عرف يكتشف نفسه وإمكانياته، ما وقف عند نظرة المجتمع وحكمهم، استثمر وتقبل نفسه بكل شيء، ابتعد عن كل شخص ما يؤمن فيه أو ما يتقبله مثل ما هو. محمد الإقناعي قصة نجاح كويتية، واثقين إنه في أكثر من مليون قصة نجاح ثانية تستاهل إن احنا نتعرف عليها.